ليله البارحه او هذا الاسبوع. وملي غادي نتكلموا على هذه المواضيع غادي نتكلموا عليها للاسف بحرقه، وغادي نتكلموا عليها ملي بكل مصداقيه وبكل موضوعيه، لانه ملي كيتعلق الامر مصلحه الوطن ومصلحه البلاد ديالنا فيجب ان نتجرد من كل الهواجس وان نتحدث لغه العقل ولغه الحكمه والتبصر. نجو للموضوع الذي اللي خلق نقاش واللي في الحقيقه يعتبر من كوارث هذه الحكومه ومن مآسيها، ومن النهار اللي جات انا لا ادري ولا وما كنعرفش شكون هذا اللي كيفتعل هذه الحكومه هذه وكيقول لها زيدي يعني كعي المغاربه وزيدي غضبي المغاربه وخرجيهم للشارع. ايضا لماذا السياسي في المغرب يرتكب مجموعه من الحماقات ومجموعه من القرارات العشوائيه والارتجاليه ويتحملها الامني اللي ظل مسكين يلاحق المظاهرات في الشوارع ويدفع ثمن اخطاء السياسي؟ الى متى يتحمل الامني ثمن اخطاء السياسيين في المغرب بدايه من جواز التلقيح واليوماتية ايضا في سن الثلاثين؟ حددنا على انه لا يمكن لاي مغربي حاصل على الاجازه او الماستر او حتى الدكتوراه ان يدوز المباراه ديال التعليم اذا تجاوز سنه 30 سنه، وطبعا مع الانتقاء مع شروط الانتقاء الاولي اللي هي مجحفه، وانا كنقولها مجحفه في الماستر ومجحفه في الدكتوراه، وتضرب حقا دستوريا مبدا تكافؤ الفرص بين جميع المغاربه. ومع ذلك تجاوزناه. اليوم كيجي يحددنا سن 30، انا غادي نطرح سؤال على وزير التعليم ووزير الرياضه ووزير بزاف ديال الحوايج الذي سبغ ايضا وكان معدا للبرنامج التنموي، وكنقول له على انه يحصر فين كاينه. وعرفتي الفئات العمريه اللي متواجده بكثره في المغرب هي من 30 حتى 45 سنه، وهي اللي كيراهنوا عليها المغاربه. وانت تجي وتحدد لنا سن الالتحاق بالتعليم اللي كان كيمتص مجموعه من جحافل ديال المعطلين، اليوم تسدين عليهم الباب. وهادو اللي عندهم 31 وما فوق اللي تجاوزوا سن 30 فين يمشوا؟ للبحر ولا يقابلوا البحر اللي يرحل ولا يموتوا ولا ينتحروا؟ اش غادي يديروا؟ القضاء وكيطلب 30 سنه وجوج المباريات فقط عندك الحق فيها، ما عندكش الحق في الثالثه. والتعليم اليوم هي ايضا يلتحق بركب القضاء وركب وزاره العدل ويحدد سن 30 كشرط، وغادي نسموا هذا سن 30 هي سن الياس اللي وصلها راه تقاعد. ورافه بالمغاربه ورافه بعقولنا ورافه بالمصالح ديال هذه البلاد هذه، راكم كتحطوا السلم الاجتماعي في مهب الريح، وراكم كتقلبوا لشي حوايج اللي للاسف الشديد وما نتمناوها الوطن ديالنا ما يستحملها. انتوما قريتوا ولادكم وكتقروهم في البعثات الفرنسيه والامريكيه، وانتوما بروسكم قريتوا في الخارج وما عانيتوش معانا المعاناه اللي كنعانوها نحن هنايا او اللي عانيناها في المدرسه العموميه، وكتجوا وكتاخذوا قرارات ليس بفكر مغربي، والله إلا كتاخذوها بفكر آخر، وكأنكم تتخذون هذا القرار في دولة أخرى غير المغرب. وانزلوا معنا شوية للأرض الله يجازيكم بخير. راه المغاربة اللي كتشوفوا ماشي هما في الانستغرام، ماشي هما اللي في هاد الوسائل كاع أنا اللي ما عرفتهم، كتشوفهم مرفهين وكتشوفهم عايشين السعادة. راه المغاربة الحقيقيين راه موجودين على أرض الواقع ويعانون في الصمت. واليوم هي ما كاينش بيت يخلو من معطل ومعطلة عايشين بالتضامن ديال الأسر ديالهم. كاين اللي عنده 30 عام و 32 عام باقي باه يعطيه باش يشري القهوة ولا يشري الكار، ونفس الشيء البنت بيعطيها باش يمشي للحمام. واليوم هاد الأمل اللي عند هاد العائلات كتقتلوه أنتم اليوم بهذه السن وأنتم في مكاتبكم المكيفة. السيد الوزير بغيتي تقادو، سير لللوبي ديال المدارس الخصوصية، وقف علينا هاد التمايز
اللي كاين في التعليم، جيل يدرس في المدارس الخصوصية ويتخرج من جامعة من مدارس خاصة ومن جامعات خاصة، وجيل مسكين ولد الشعب يصارع البؤس الاجتماعي داخل المدارس العمومية ويتخرج، ومن اللي يتخرج بكده وعرقه وجهده كتوقفوا له كديروا له العصف الرويضة سن 30. واليوماتية الخطير في الأمر هو على أنه بغيتوا تحوروا النقاش من جوهر النقاش الحقيقي وصلب النقاش الحقيقي اللي هو رفض التعاقد وإلغاء التعاقد وجعل التعليم وظيفة عمومية بحال بجميع الوظائف، وبغيتوا تخلوه تختزلوه في سن 30 سنة باش نحيدوا من المطلب الرئيسي والجوهري ونمشوا للمطالب الفرعية ونقول لكم حيدوا لنا غير 30 وتولي إنجاز. كنقول لكم وكنأكد لكم اليوماتية راه الوضع لا يحتمل، وهذا القرار اللي اتخذته قرار غير دستوري وغير قانوني، لان حتى الوظيفه القانون كينص على انه 45 سنه، وهذا الشيء ديال الاكاديميه طرحته 30 سنه وغير لائموا القوانين وقادوا معانا. والله يجازيكم بخير، هذه الحكومه كنقولها وكنكررها التي تتحدث كثيرا واللي بعض الوزراء ديالها احسن لهم يصمتوا، لانه كما كيقولوا الفقهاء السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيانه، اللي ما قد على شي حاجة بلا ما يبقى يقولها، واللي غادي يقولنا اليوم الشيء والنقيد ديالو غدا بلا ما تليهضر وبلا ما يمني المغاربة ويخليهم يحلموا ويجي النهار الآخر ويقول لك ليس من اختصاصي، وسير راجع بعد الاختصاصات ديالك وسير أعرف شنا هي الاختصاصات التي خول لك القانون وخول لك الدستور باش تتكلم، ماشي نقولوا الشيء والنقيد ديالو. والغريب في الأمر والعجيب في الأمر هو على أنه إذا تتبعنا مسارات بعض الوزراء داخل هذه الحكومة كنشوفوا أيامات كانوا في المعارضة واليوم اللي كانوا في الحكومة تغير كل شيء، وكأنه كيورك على بطون وكيولي بنادم آخر. الله يجازيكم بخير، المغرب الذي تدافعون عنه هو نفس المغرب سواء كنت في المعارضة أم في الحكومة، واللي قال شي حاجة وما قد عليها يجب أن يقدم استقالته. واليوم كنقولوا لوزير التعليم وكنقولوا لباقي الوزراء احسن لكم سكتوا افهمكم، الا عدتوا غير غادي تتكلموا وتعطوا وعود للمغاربه والنهار الاخر كتلغوا هذه الوعود هذه بحجه واهيه وبحجه عدم الفهم حتى فهم الاختصاص ديالكم. اليوم مع وزير التعليم الله يجازيك بخير، هذا مطلب ديال جميع المغاربه، الغاء تعاقد في التعليم، لأن التعليم خط أحمر، التعليم هو المستقبل، التعليم هو الحياة، التعليم هو كل حاجة إلا التعليم. ولا أفهم كيف لا يتغير بعض الوزراء في قطاعات معينة وكيضلوا سنوات طويلة، والتعليم كل مرة كتجيبوا لنا فيه وجه جديد، واليوم جبتوا لنا وجه والله ليس سياسيا ولم يتدرج في أي حزب سياسي ولم يدرس في المغرب ولا يعرف معاناة المغاربة، فشي طبيعي أن يدير 30 سنة. هاد سن 30 سنة كنقولها لكم الغوها والغو التعاقد وتعاملوا مع التعليم بجدية وسيروا المكامن الخلل داخل التعليم وهي اللوبي ديال المدارس الخصوصية وإلغاء التمايز وجعل التعليم حق لجميع المغاربة، ماشي نكونوا نخلصوا الضرائب ونقروا التعليم الخصوصي نداو في التعليم في الصحة أيضا في المستشفيات الخصوصية. ما فائدة هذه الضرائب التي تقتطع لنا وتقتطع لهم وتقتطع لجميع المغاربة رأفة بالمغرب ورأفة بالمغاربة، لأنه هذا الشباب ديالنا وشابات ديالنا وهذا مستقبل ديال جيل كامل غادي تقتلوه وغادي تكروه في البلاد أكثر مما هو كارها، فرأفة بهذا الوطن ورأفة به